حكينا قصة الشيخ عماد المبيض اللي كان وجه نصيحة بكل معاني الاحترام لابن سلمان: اتق الله، وبعدين اجبر على الاعتذار، وقال ان البلد تمام التمام وولي الامر زي الفل. الشيخ عماد المبيض اعلن، دي كانت اخر حاجة في الاسبوع الماضي، انه خرج للارض الامنة بعيدة. الارض الامنة كنا بنحسبها السعودية، لكن ما بقتش ارض امنة طبعا. خرج للأرض الآمنة، وبعد ما خرج للأرض الآمنة بنفسه أعلن أسباب خروجه ووجه رسالة مهمة جدا الحقيقة من وجهة نظرنا. كم عماد بن أحمد بن إبراهيم المبيض، إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بالدمام، بفضل الله ورحمته وتوفيقه أني تمكنت من الخروج من البلد بعدما أغلقت جميع الأبواب في بيان الحق وإنكار المنكر، وقد أوجب الله عز وجل على أهل العلم هذا الأمر. كنت أتمنى أني أتحدث هذا الحديث أمامكم وأنا على منبري في مسجدي بين الناس، ولكن لو استمريت على هذا لأصابني ما أصاب إخواني العلماء والدعاة والخطباء، أصابني ما أصابهم من السجن والتنكيل والمحاكمات الجائرة. شرع الله عز وجل عبادة عظيمة وهي عبادة الهجرة، عندما يتعذر على الإنسان إقامة دين الله عز وجل أو تبليغ دين الله عز وجل، أو خاف الإنسان على نفسه من الأذى والضرر. يقول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أيها العلماء، أيها الدعاة، يا أهل الخير في بلادي، إذا لم تستطيعوا من بيان الحق في داخل البلد، وأنا أعلم أنكم تتحسرون على ما يحدث في هذا البلد من منكرات، إذا لم تستطيعوا بيان الحق وتوضيحه للناس فليس أمامكم إلا الهجرة، اقتداء بما سبقكم من الأنبياء والصحابة والصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا، ده اللي بنقوله دايما. ده كانت رفعت راسك أو كلمة الحق تمنها الخروج فلا تتردد، ده أمر، أخرج فورا لو تقدر تخرج، لا تتردد لا تتردد. لو مش هتقول كلمة الحق عشان تسكت عن كلمة الباطل اللي هتكبر عليها، لا، لكي لا تعيش كالأنعام. اوعى تقبل بالظلم وتسكت عنه، اوعى. هذه الكلمات تقاس بميزان الذهب. ولا نزكي الله أحدا. الشيخ سعيد ناصر الغامدي نشر صور استقباله للشيخ عماد المبيض: بفضل الله ومنه خرج البطل الشيخ عماد وهو آمن، فلا نامت أعين الجبناء. ده استقبال الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي للشيخ عماد المبيض. قلت لك يوم الأربع بفضل الله وحده قبل اي حد. الشيخ عماد فين؟ لك جنبنا هنا في لندن، دي الارض الامنة. شيخ سعيد كان نشر هذا السؤال مهم الحقيقة، كان نشر استفتاء عنه هذا السؤال: ايهما اليق واشرف لشيخ ينتسب للدين، ان يقول الحق ويسكت عن الباطل والتطبيل ثم يدخلونه كعادتهم السجن، أو يتكلم بباطل ويمدح بكذب ويشتم بافتراء مقابل وسخ من الدنيا أو سلامة من الاعتقال؟ 29 قالوا يقول الحق ولو سجنوه، من 2000 أكثر من 2000 صوت. 6% يقول الباطل ليسلم، أعوذ بالله. و 65% فضلوا أن يهاجر كهجرة الصحابة، يهاجر كهجرة الصحابة. قلت لك لما الرسول عليه الصلاة والسلام نصح أصحابه بالهجرة
نصحهم بالهجرة لفين؟ للحبشة. شكان النجاشي مسلم؟ لا والله، كان نصراني. طب وداهم عند الرجل النصراني لأنه كان عادلا، لأنه كان عادلا، وكانت كلماته عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم إنه ملك لا يظلم عنده أحد. لم يكن الشيخ حماد المبيض إلا على الخروج فقط. كان في فيديو مهم جدا لضابط سعودي اسمه رابح العنيزي يعلن فيها انشقاقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا العقيد رابح العنيزي من جهاز الأمن العام، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن النظام السعودي بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق المواطنين، وبسبب السياسات المتهورة والتفحيطات السياسية لمحمد بن سلمان على الصعيدين المحلي والدولي. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله. تفحيطات دي جمع تفحيط. التفحيط ده مقصود بيه في اللهجة السعودية اللي هي العربيات اللي بتعمل خمسات، يعني عارف انت دي كده، العيال الشباب الصغير لما كان يعمل بعربيات كده، هي دي بيطلق عليها، اللي هو الخمسات دي في مصر بيطلق عليها تفحيط في المملكة العربية السعودية. هو بيشبه الأداء الرعونة بتاع الأرعم بتاع الدب الداشر بأنه تفحيط. ده رابح العنيزي، العقيد رابح العنيزي، كان بيعمل في الأمن السعودي، وكان بيدي محاضرات للطلاب أيضا عن رؤية محمد بن سلمان. والله إن شاء الله عند تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية، رؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، رؤية 2030، في هذه الحياة أبناء الطلبة يتذكر الإنسان مناسبات اجتماعية مختلفة. هو يتذكر مثلا يوم تخرجه من المدرسة، أو تخرجه من الجامعة، أو زواج، أو تعيينه موظفا إن شاء الله. هو يتذكر هذه المناسبات الجميلة. كان يقولها قهرا. ليه خرج العنيزي من السعودية؟ عقيد العنيزي رابح العنيزي من السعودية، جنون محمد بن سلمان، وأن الأمن تحول في المملكة العربية السعودية لمحاربة المواطنين. واحد مجنون هو الآن أصبح يعني رأس الدولة، خلاص تخليه كده يلعب ويغير ويسوي ويجرم بالناس، وين صارت يا جماعة دي؟ وين يعني؟ بالعقل يعني، واحد فقد عقله. هو الآن محمد سلمان في حكم فاقد العقل تماما، تجي تطيعه وسو كذا وسو كذا وسو كذا وادري وين وكذا وهذا أبد. زي ما قلت لكم يعني، شخص يعني ذكرت وسائل إعلام عالمية وتقارير دولية أنه شخص غير سوي عقليا حقيقة، يعني طبيا. والذي يدل على ذلك، انظروا ماذا يصنع الآن. يطارد المعارضين الآن على تويتر. الله، يعني بالله عليكم، الآن أجهزة الأمن في كل دول العالم مخصصة للأمن، يعني اسمها كلمة أمن. لا، هو الآن مخصص له عشرات الآلاف من الموظفين يتابعون شو اسمه المغردين، ويتابع فلان. قالوا طيب يا أخي، ليه ما عندك جرائم ثانية غيره؟ لا، ذولا هم الخطر اللي يغردوا. نسأل الله عز وجل أن يجعل هجرة رابح عنيزي اللي يبدو أنه وصل لنفس الأرض الأمنة في إنجلترا، الأحباب ازدادوا، وهجرة الشيخ عماد المبيض خالصة لوجهه. عماد عنيزي، رابح عنيزي كان عايز ايه؟ عقيد بضله 30-40 ألف، ملء السمع والبصر، لكن نفسه السوية ولا نزكى الله أحدا، رفضت، مش قادر يستحمل ده، مش قادر. عماد المبيض كان على منبر في المنطقة الشرقية، ملء السمع والبصر، لم يؤخذ بأي حاجة، صفحته بيضاء يعني بالنسبة لأمنه، كان راجل ثقة. والدليل انه ثقة انه بعد ما نشر الاعتذار ربنا كتب له الهروب، لانهم ما كانش عندهم ادنى شك ان هو بعد ما اعتذر وقال البيان ده ان هو هيهرب، فربنا
عمى بصيرتهم وانطلق إلى الأرض الآمنة. هكذا هو الأمر.